السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة الليلة وفيها المستقيلون بإمامة المقيل. ما خفي أعظم إلا بحالة مقتدى الصدر، ما ظهر هو الأعظم، والمخفي بس هو يعرفه. والسؤال هنا بسيط، وين المنطق السياسي بقرار انسحابه من العملية السياسية؟ ليش واحد مثله ثنيت له الوسادة على السلطتين التنفيذية والتشريعية ينسحب بهالطريقة المفاجئة؟ زهداً؟ كلا، لأن الزهد بالسلطة ما يصير يجي على حساب جمهوره اللي يعبد عباده وائتمنه على أصواته. زين ليش البرلمان اللي صار جوا ايده والحكومة اللي هي طوع بنانة ليش يعوفهن لخصومة اللي ما راح يرحموه؟ معقولة السيد تهدد بالتصفية؟ ممكن، بس مو مقنعة. يا ما مقتدى الصدر تهدد سرا وعلنا وما غير موقفه. زين يجوز يخاف على سمعة عائلته من مستنقع السياسة؟ هم مو مقنعة، لأن ما معقولة يتذكر هذا الموضوع ورا 20 سنة بالعملية السياسية. إذن ماكو غيرها، الرجل ألقى بعصاه أم 73 صوت مؤقتاً، وراح يشتغل بالشارع في توقيت هو يختاره حتى يرجع بعصا الأغلبية أم 120 كرباج وسحقاً للثلث المعطل. يبدو مبرر منطقي، بس تعال أقول لك سيد رحمة لجدك، هي وين الضمانات لتحقيق هاي الخطة؟ الكل يعرف أنه بمجرد غياب الصدريين خصومهم راح يسدون كل الأبواب اللي ممكن يرجعون منها. قانون الانتخابات يغيروه على مزاجهم، موالي الصدر بالسلطة التنفيذية يقلعوهم قلع، سرايا السلام يقطعون عليها المي والكهرباء. أما الجمهور الصدري فإذا نزل للشارع فأكو نفس عند البعض إنه حتى لو راحوا من شباب 1000 2000 فما عندنا مشكلة، المهم نخلص. وبالتالي خلال سنة سنتين التيار اللي هز بحر السياسة يلقي نفسه موجة صغيرة ببحيرة ساوة، وهاي الشغلة هواية اللي يتمنوها ويشتغلون عليها. إذن قرار الانسحاب خطأ استراتيجي ومبني على حسابات خاطئة. رغم ذلك سيد الحنان اليوم من استقبل نوابه وصلى بيهم جماعة أكد على موقفه وقال لهم لا عودة مع الفاسدين، ونوابه استجابوا. بالخلاصة نقول ما بقى غير مبرر واحد لخطوة الصدر المفاجئة هاي، وهذا المبرر خطر ببالنا اليوم. بوادر الانسحاب بدت ورا يوم من إقرار قانون الأمن الغذائي، علماً أنه القانون مهدد بطعن من الاتحادية. هنا أكو احتمال أنه مقتدى الصدر تلقى تبليغ من جهة نافذة يحترمها ويقدسها. مضمون هذا التبليغ أنه يا سيد انسى قانون الأمن الغذائي، ما راح يمشي. فهنا سيد الحنانة شعر بالعجز والغضب واتخذ القرار كردة فعل سريعة على هذا التبليغ، وصار اللي صار وبقت يمه. ما خفي أعظم وما ظهر ليس سوى ردة فعل لما خفي، وبس الله ومقتدى الصدر يعرفون اللي صار. أناقش هذا الملف مع عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع، كذلك مع الكاتب والصحفي جبار المشهداني، ومن عبر سكايب مع رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث منقذ دالر. حياكم الله ضيوف الكرام، وأبدو ياك أستاذ عادل.
وأبارك لك وأبارك لدولة القانون، أبارك للإطار التنسيقي. هذا اللي شنتوا رايديه وفضلت لكم الساحة وراح تشكلون الحكومة. والصدر قبل دقائق أكد، والآن الكلمة بدها تطلع، أكد موقفه أنه لا بقاء مع الفاسدين ولا عودة مع الفاسدين. روحوا وشكل حكومة، بالخير عليكم يا سادة عادل. بذن تحياتي لك أستاذ أحمد ولضيفيك الكريمين الأخ المشهداني وضيف الآخر ولمشاهدي قناة يو تي في أينما كان. لا، الحقيقة الموضوع هو ليس بموضوع مباركة إطلاقا، ولسنا بفرحين ولسنا براضين ولسنا بموافقين على ما أقدم عليه السيد الصدر، ولهذا في البيان المختصر بس مستغلين. لا، هو السياسة هي استغلال. جيد. هي السياسة استغلال فرص. جيد. ولذلك الإطار التنسيقي في بيانه ذهب إلى مفردة احترام رئيس سيد الصدر، وهذا واضح، يعني أنه عدم الرضا وعدم الفرح وعدم القبول كما يعني يشيع الطرف الآخر، أنه يقولون، أنا سمعت يعني باللهجة العراقية يقول لك هاي الإطار يرقص لها بشفية. لا طبعا، لا مو بهالشكل هذا. لا طبعًا. الدعوات اللي صارت، تدري شنو، تدري شنو معناه؟ شنو اللي صار؟ انه انتم الكتله الصدريه دخلتوا انتخابات، اوكي؟ جي. السيد ما حصل ولا مقعد وانتم حصلتوا 130. هاي وين وهاي وين؟ لا كان الخيام اللي سدت المعلق، تذكر؟ كان صارت كل احتفالات وحوسات بعد النصر. لا لا، عموما عموما. لا لا، هو اذا اريد نرجع بلمحه سريعه عما جرى، الإطار التنسيقي ترى موقفه واضح من الانتخابات، وقال إنها يعني افتعلت ومدت إليها يد الفاعلين وهي مزورة، ولكن تقديره واحترامه لقرار المحكمة الاتحادية والسلطة القضائية، ومن يتجاوز على كسر السلطة القضائية إذا هيك لا يروح هسه يبلش يريد يشكل لجان تفاوضية ويشكل حكومة. إذا هيك الانتخابات من بالأصل هو عنده اعتراض عليها، خلي يحل البرلمان، حل البرلمان. لا، محل برلمان هم بإشكالية سيد أحمد، ما عندنا مشكلة. إحنا أينما تذهب مفاتيح الحل لاستقرار العراق، يعني هذا مو تنظير سياسي بقدر ما أنه واقع حال، أينما تذهب مفاتيح الحل لعراق مستقر آمن إحنا نذهب، سواء كانت عن طريق حل البرلمان أو غيره، ولكن حل البرلمان أيضا بمشكلة. هل نذهب إلى حل البرلمان بذات القانون الذي دخلنا عليه وعليه إشكاليات؟ هل نذهب إلى حل البرلمان بذات المفوضية؟ هل نذهب إلى حل البرلمان بذات الحكومة المشرفة؟ وهذه كلها ولكن أقول في هذا المقام قضيتين، نقطتين يجب أن يتناقش. الحقيقة كانت يعني تساؤلاتك في المقدمة رائعة، ناقش ناقش بس ناقش إن قضيتين. لا لا، اسمح لي نرجع عليه، نرجع عليه. أنا بدي أوصل هنا إلى نقطة، أنه سيد الصدر خسر خسارة كبيرة، الكتلة الصدرية خسرت خسارة كبيرة. أريد منطق سياسي أفسر به الخطوة، ما ألقى ما ألقى. الجماعة راح يستلمون السلطة، ثق بالله، وأنا أدري بيك متى على التيار الصدري وتحبهم زين. ثق بالله أستاذ جبر، لا راح يخلوا له مدير عام، لا راح يخلوا له وكيل وزارة. سرايا السلام قدر الإمكان راح يحاصروها، قدر يضعفوها قدر الإمكان زين، يقطعون عليها المي والكهرباء مثل ما قلت بالتقرير زين. زين، بالتالي حتى جمهوره إذا نزل للشارع، حكومة الجماعة مثل ما سوت بتشرين، ها راح تسوي بجمهور التيار الصدري. إذا تشرين انطوا 600-700، الصدريين ممكن يروح من عندهم 2000 وجماعة معتهم مانع. شو الرضا بهالشغلة السيد؟ مساء الخير عليك أستاذ أحمد، ومرحبا أستاذ عادل وأستاذ دكتور المنقذ. الحقيقة أنا ما أعتبرها ورطة، أنا في تقديري وفي قراءتي أن السيد مقتدى الصدر ورط الإطار بخطوته هذه، ورطهم ورطة كبيرة للأسباب التالية. أولا، قوة السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري لا تكمن في عدد مقاعده في برلمان أبدا، وقلت حضرتك في التقرير أنه ثنيت له الوسادة، وسادة السيد الصدر ليست السلطة، جمهوره ومشروع الإصلاح الذي يحظى بتعاطف كثيرين من خارج جمهوره. جمهوره معروف عقائديا، عددا، انتشارا، طاعة، معروف. فهاي واحدة. اثنين، الصدريين لا يمكن تغيبهم عن المشهد بمجرد غيابهم عن مجلس النواب ولا حتى عن المناصب التنفيذية. الصدريين هم الظاهرة السياسية الشعبية العراقية الأكثر وضوحا
والتزاما بعد العام 2003. جيد. ترجمت 75 مقعد. نعم. ترجمت سلطة تنفيذية طوع أمرهم. نعم. وحتى لو باقي كان أيضا الحكومة القادمة أيضا يعني أقل شيء 6-7 وزارات ورئيس وزراء طوع أمره. أعوف هذا وأروح ليش وشون السبب؟ يعوف كل هذا حتى يقول القصة الأساسية، الهدف الأساسي للسيد مقتدى الصدر ليس السلطة وليس الوزارات. هو سابقا تخلى عن وزارات في حكومة السيد المالكي وأعطاهم الحرية في اختيار وزراء بدلاء، وهو مؤمن أنه وجوده كلاعب سياسي فاعل في المشهد العراقي مؤثر ليس وقفا أو يتوقف على بقاء في مجلس النواب أو في المناصب التنفيذية. خطوة السيد مقتدى الصدر جاءت بعد أن شعر أن هناك رغبة داخلية وأقليمية بالوقوف ضد مشروعه. قال خلاص إذا أنتم الآن قادرين على أن تشكلون حكومة وتمضون بالمشروع الإصلاح أو بالمشروع السياسي العراقي بهذه الطريقة إلى الأمام توكلوا، وهي أنا أعتقدها ورطة حقيقية ومأزق حقيقي للإطار. لا مأزق ولا شيء، جماعة ودعتك حدين سنونهم راح يلزمون السلطة هيتي وما ينطوها بعد أبوهم. مو دكتور منقذ، دكتور منقذ، مش مقتطفات من خطاب السيد الصدر الآن يقول إذا شارك الفاسدون في الانتخابات القادمة لنا اشترك فيها. أي واحد. الصدر لأعضاء كتلته استمروا في التواصل مع الشعب، قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور. يبدو انسحاب نهائي لا عودة فيه. دكتور منقذ. نعم. تحية لك وللأخ جبار مشهداني والزميل الآخر وللضيوف الكرام. سيد عادل مانع. سيد عادل مانع. نعم. ما يحصل الآن يعني هذا التصريح الذي سقته الآن للسيد مقتدى يؤكد ما سبق أن قلناه سابقا، أنه واضح الرجل في هذه المرة يريد أن ينسحب من العملية السياسية أو خلينا نقول من الصف السياسي وينتقل أو يعود إلى صف الأساس الأساسي اللي بدأ به اللي هو الصف الشعبي. هو ما فاق الصف الشعبي يعني أنا أقنعني. لا 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 هو لا لا, لا, لا الصف الشعبي ما فاقده وهاي خطوته لا تزيد جمهوره ولا تنقصهم. ما أعرف شو راح تفيده. نعم نعم نعم. لا لا شوف بقاء كان في الدولة بتلك الطريقة اللي هي لا هو قادر على أن يمضي بمشروعه ولا هو قادر أن يوقف المشاريع الأخرى بتلك الطريقة ما كان صالحة. الآن أعتقد وهذه مشكلة هي مشكلة كل رجال الدين الذين يعملون بالسياسة. رجال الدين اللي يعملون بالسياسة هم بين قوتين، قوة الإرث التاريخي للعائلة والمذهب والدين والمبادئ وإلى آخره، وقوة السياسة وإغراءات السياسة، وأحياناً يفقدون التوازن. لذلك لما أحدهم يرى وخاصة مثل السيد مقتدى كما يبدو أنه الكفة مالت إلى السياسة على حساب المبادئ وعلى حساب الشارع اللي ينتمي له، أنا ذاك يعود إلى الشارع لأن القوة الحقيقية هي هناك. شوف إذا القوة الحقيقية هناك تترجم أما عن طريق أصوات انتخابية أو عن طريق ضغط شعبي. زين إذا هو سيقول لي يقول لي يعني أي انتخابات أي انتخابات أخرى يشترك بها الفاسدون ما راح أدخلها. هسه الفاسدون نايمين على قلوبنا ترى ما يروحون. هسه الانتخابات يعني الفاسدين راح يكونون موجودين بالانتخابات القادمة. أستاذ أحمد قبل الانتخابات الأخرى أكو إذا انتبهت إنه أنا لا أشترك مع الفاسدين. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه سيقف ضد مو مراقب. يعني أي. الآن الموقف محسوم أصبح أن الحكومة التي ستتشكل
هي حكومه هم مو مقنع يا ريت هم مو مقنع يعني الكرد ما بيهم فاسدين السنه ما بيهم فاسدين وكان تحالفهم حديدي هم مو مقنع هو مدى يحكي عن الشسبه يحكي عن من يقود الحكومه الماكينه التي تقود الحكومه الماكينه هو لو قادرين الكرد والسنه يشكلون حكومه ما شكلوا ما يشكلوا ما يقدروا احنا نعرف تماما شلون تمشي المعادله زي. ونعرف تماما من هي القاطره التي تقود اكو كماليات هنا وهناك تركب لك كم واحد لكنه الطياره بالدرجه الاساسيه طياره شيعيه فلذلك هو هنا هذا الذي يقصد هذا التصريح يعني حقيقه اليوم واللي الان انا سمعته بعد يعني خلال المقابله سيؤدي الى تعقيد المشهد بشكل اكبر ليش تعقيد يابا نصيحتي الى ليش تعقيد لحظه لا ليش تعقيد ليش قول لي ليش تعقيد لانه معناته سيلجأ الى الشارع معناه اوكي هذا ايضا خيار دستوري جيد خيار دستوري يقابله خيار دستوري اخر وهو ان الاطار يسوي تحالف مع الكرد ومع السنه ويشكل حكومه هذا ايضا خيار اخر موجود لكن هذه الحكومه مهدده بالاسقاط من الشارع عند اول زله جاي. عند اول مشكله وعندنا المشاكل لا تنتهي احدى حكوماتنا حكومات واضح. مولده للمشاكل خليني ارجع للاستاذ عادل المانع واقول انه الان يمكن من البارحه واليوم من سمعنا انه السيد خلنا نقول ارسل على النوابه ومسوي لهم دعوه عشاء وصلى بهم جماعه اليوم خلال 24 ساعه طلعت نوع من القراءات تحليلات انه ها يمكن اكو موقف جديد من السيد يمكن اكو تراجع الان قضي الامر الذي فيه تستفتي واضح سيد ما راح يرجع ايش راح يسوي الاطار بهالحاله وين رايح لا هو انا بتقديري القطع في عدم عودة السيار الصدري بشكل بات يعني القضية غير مطلقة نسبية لأنه مواقف التيار لا سابقة لا أحكي على هالفترة القادمة هاي يعني هالشهرين الشهر ونص السيد إلى تصريح بالصوت والصورة مع قناة الشرقية في وقتها أعتقد الأخ الحاج اللي سوى مع اللقاء قال بضرس قاطع على أنه هو لن يشترك ولن يدخل انتخابات ولن 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 واقع الحال دخل انتخابات هذا متغير ما يطلق عليه اطلاقا على انه يجزم على انه لن يعود لا احتماليه وان كانت 1% ضعيفه جدا ولكن تبقى هي احتماليه مو تقولون السياسه ما بها مستحيل اي ما بها فن وهي فن الممكن ايضا ما بها مستحيل ما بها مستحيل هذه الحكومه اللي الان الاطار يسعى الى تشكيلها مستحيل السيد يشترك به مو تقولون ماكو سياسه مستحيل بس لا مو هو مو هي هاي بس لا تورطني سيد لا مو قضيه يورطك او يورطني لا بس احنا بدنا نقرا القراءه يعني مثلا اللي جنابك اوردت عناوين منها انه لا اشترك مع الفاسدين انا اقراها بقراءات عديده لا اشترك مع الفاسدين طيب انت لو كان يعني فرض المحال ليس بمحال لو كان الاطار التنسيقي ما متمكن من ان يكون ثلث معطل ما انت عندك شركائك في انقاذ وطن حلبوسي برزاني الصدر ما هذا التحالف الثلاثي بمعنى انت تشترك وياه بتشكيل حكومه الفاسدين هنا منه اشاره واضحه على انه على الاطار خص الاطار بذلك دون غيره ما دي يتحدث عن حكومه وتشكيل حكومه سابقه حتى لا يشترك هو الان مستقيل كيف يشترك هل ان النصيب الحكومي يجب ان يقابل بنصيب نيابي احنا ما عندنا هذه الحاله ممكن المراضاة تصير في وقت لا مراضاة لا يريدكم لا مو انا سمعت انا ولا اريد جيتكم على انا سمعت راح ياخذ نوابه ويروح يؤدي مناسك الحج ما يجينا الا ورا العيد بالعافيه وخلال هاي الفتره راح تشكلون حكومه وراح تعملون راح على خلينا نقول شلع قلع شكو مسؤول صدر راح تطلعوه مثل ما قلت الجبار سرايا السلام راح تضيقون عليها انت ليش جمهور اذا طلع تقنعوه مثل ما قمعتوا تشرين انت ليش تروح للحلقه الابعد اولا والحلقه الظنيه ثانيا
ليش ما تقول انه احتمال هناك اتفاق سياسي غير معلن قد يصدر في الايام القادمه؟ ماذا تقول لو انسحب ماذا تقول لو انسحب نواب الديمقراطي الكردستاني؟ اي ماذا تقول؟ هل ستمضي الحكومه؟ ما راح تمضي الحكومه. ما تمضي الان ده نتحدث عن انا ليش؟ بتقديري ليش انتم 120 ما اتحدث عن مناوره سياسيه؟ ليش ما تمضي الحكم الا اذا السياده انسحب همه؟ ما هو قلت لك هنا موقفين. الا اذا السياده ما تقدرون، بس اذا السياده وياكم البارتي خليها السياده، عندكم الياكاتير عندكم السياده، يصير عندكم 220. لا مو 220، يصير 257. هسه اعطيك الارقام. ما شاء الله. هو اما مناوره سياسيه فهذه لها حديث اخر راح ينصرف الحديث، او اما ثابت سياسي كالاستقالة. احكي لك ثابت سياسي. الثابت السياسي خو ما ممكن انه يبقى البلد هكذا سائب. أي. لابد من ان يمضي الى التعال. اللي فتح مفتاح هذا الثابت السياسي السيد الحلبوسي بلقائه بالمؤتمر الصحفي بلقاء نظيره الاردني اللي قال انه هي فسحة مجال لانفراج السياسية مو انسياسية. هذا يعني شنو؟ يعني انه هناك رغبة من السيد الحلبوسي ان يمضي، لا سيما انه السيد الصدر ابلغهم انتم في حل مني شركاء، يعني للحلبوسي وللديمقراطي الكردستاني، انه ممكن ان الان الاطار في هذه الوضعية من 88 نائب الى 127 نائب، الاتحاد الوطني الى 19 نائب، عزم الى 13 نائب، اذا ما اضيف يصيرون 188، اذا ما اضيف لهم الحلبوسي راح يصير العدد 257. ما شاء الله. فبالتالي حتى يعبر الثلثين يتمكن من ان تمضي الحكومه بسلاسه. ولكن قل لي يجب، انا اقول هذا كله محكوم بموقف كردي معلن سريع اتفاق واضح ان لا تطول قضيه الاتفاق يتفقون. الكردي على يتفقون. اذا اتفقوا اذا القضيه يتفقون. احنا نتحدث عن تشكيل حكومه، ماذا وراء تشكيل الحكومه؟ هل انه السيد الصدر واحده من اهدافه في قضيه الاستقاله؟ انا بتقديري هي ريسك سياسي، انا شخصيا ريسك اقول انها ريسك سياسي. يعني لو صايبه لو يطلع جوكر لو ما يطلع يعني جوكر. يعني ما محسوبه صح. أنا أقول ريسك سياسي يا أخي، تجيبها من تحسبها يا أخي ما محسوبة صح. بس أنا راح أعطيك دلائل على أنها محسوبة صح. 75 نائب، عندي الحكومة مالتي، عندي الشارع، عايفة كلها. ها هسه راح هسه يقول للنواب، يقول لهم هذا لقاء الوداع بيني وبينكم. شو اللي صار؟ اللي هي وصل مرحلة اليأس من تطبيق الإصلاح. اي الياس منكم لا الياس منكم حدث الاصلاح. اي استاذ احمد، اولا الان لا يمكن الحديث عن موقف للاطار، الاطار الان يشكو من خلاف حاد جدا وانقسام كبير. وين السيد عمار الحكيم، السيد العبادي، الشيخ قيس الغزالي، الحاج هادي العامري، يقولون بجملة واحدة. كيف يمكن لنا أن نتحالف مع من كنا نعيب على السيد مقتدى الصدر أن نتحالف معهم؟ هذا مطروح وبقوة داخل الإطار. اليوم إذا أريد شكل الحكومة الإطار ويا من يروحون مع من اتهموهم أنهم حلفاء إسرائيل وأنهم أصحاب مشروع خليجي لتمزيق الشيعة. صح لو مو صح؟ داعتك ركض يروحون. ما يخال هذا شو ركو. هذا بثمن ركض هذا بثمن يا ثمن. والذاكرة السمكية العراقية لا ما لها علاقة. عمي صدق تحكي انت صدق دا يتراكضون واحد أسرع من الثاني تشكيل الحكومة. بعدين الآن احنا الآن مغيبين قضيتين أساسية، ما هو موقف مرجعية النجف من هذا الانسان؟ ما لها علاقة. هذا واحد ما لها علاقة. موقف الأمم المتحدة من هذا؟ لا 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 هذه لا يمكن. يعني انت تتحدث عن التيار الصدري، مو مسحوبين اربع مستقلين او خمسه من حزب، انت تتحدث عن ركن اساسي في العمليه السياسيه. بلاس خارت لديها موقف، ممثله الامم المتحده، مرجعيه النجف لديها موقف لم يعلن بعد. لا يمكن ان تسمح ان تذهب الامور بهذه الطريقه. بس مناطق باسم المرجعيه يعني، بس يعني من خلال مراقبتنا الاداء من سنتين ثلاثه وجاي ما راح تدخل نفسها بهيج موضوع نهائي. لا لا يمكن، لانه هذا الموضوع بتداعيات مجتمعيه. انت متتحدث تقول راح يحاصرون سرايا السلام، وين التداعيات؟ يقطعون ميك. لا لا انت الان الحفاظ على السلم المجتمعي هو الاولويه قبل تشكيل الحكومه. ماكو شيء. السيد قال اولا السيد احرص واحد على السلم المجتمعي اكيد جيد.
الجماعه راح يشكلون الحكومه وفق السياقات الدستوريه الطبيعيه. ماكو جماعه، هو الان اكو خلاف داخل الجماعه نفسها. ماكو هيك شيء. اكو خلاف شديد. هذا افتراء، هذا افتراء. تفرض فرضيه خاطئه وتبني عليها يا استاذ جبار. انت تفرض فرضيه، اولا اللي واحد من بعدكم ما واصلين لاسم رئيس الوزراء، هنا راح يصير الخلاف. لا 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 رئيس الوزراء مو خلاف، عنوان رئيس الوزراء مو خلاف، بس انت من تسال خوش اني انا قاعد ويا قاعد ويا شيخ قيس وقاعد ويا المالكي وقاعد ويا عمار الحكيم ولقاءات هاي قبل يوم لا لا مو قبل يوم، انا اتحدث اليوم. ما تحدث شنو هي شنو الخلافيه شنو بين ليله وضحاها ما تتحدث به، هذا غير وارد اطلاقا. لا، واذا كنت ممن يمنون نفسه هم على ان يكون في الخلاف اطار، اطمئن اقول لك ما في الاطار خلاف، في الاطار خلاف صار هذا. بس اسمح لي، لا لا انا لا تفرح كثير بخلاف داخل الاطار. انا كنت من الذين يقولون دائما لا توجد حكومه وانت هنا ماكو حكومه بدون الاطار، كنت اقول ذلك وهذا ما حصل. ما صارت حكومة جبار. انا ايمن اردوصل اليوم اصبحت الصوره واضحه، خاصه بعد صلاه وعشاء وخطاب اليوم. اصبحت الصوره واضحه، لا عوده للصدر في تشكيل هذه الحكومه. نعم. لا عوده للصدر. اذا امامنا تحالف راح يقود الاطار، يبقى بس اللي قال السؤال عاد احتمال الكرد والسنه منسقين ويا السيد هسه شنو يعني ما يتفقون ويا الاطار. هنا المشكله، هنا وين راح نروح؟ هنا وين راح نروح؟ يعني انت لا يمكن ان يعني مقدما تقول انه التحالف الثلاثي سيخو تصريح انه يعني السيد اعطى المجال للشركاء في ان يتخذوا مواقفهم وجمهورهم ليس بالضروره ينساق وراء موقف السيد ويقبل بالانسحاب. هم عندهم اجنده يتحدثون بها، حتى بالانتخابات كل كتله سياسيه من هاي الكتلتين عندها اجندتها الانتخابيه اللي قد تتقاطع مع ما يقول السيد الصدر. هو تحالف انتخابي نعم، ولكن هل يعني ذلك ان السياده سينسحب؟ هذه فرضيه اللي قالها، قد يكون يقول قد يكون هناك اتفاق، ولو كان هناك اتفاق لانسحب الجميع بدل ما اسحب 75 راسا على الانسحاب ال 150. لا، وكان عندهم اغلبيه يا دكتور منقذ، لو اكو اتفاق وتنسيق كان عندهم اغلبيه يحلون البرلمان ويرجعون يسوون انتخابات. يعني السيناريو اللي اشار له استاذ عادل يمكن مو مقنع، يعني الجماعه رايحين يشكلون الحكومه وراح تبدي مفاوضات فعليه وحقيقيه بعد الموقف النهائي اليوم. انسى كل المبادرات، لا مبادرات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء ولا زيارة وفد رفيع مشون يروح للحنانة، انسوا خلاص. نحن في يوم جديد ابتداء من غدا لبدء ماراثون تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. طيب أنا بس أرجو أن تسمح لي بكم دقيقة حتى أسلسل الأفكار، لأنه الفكرة الأساسية راح تجي لاحقاً. أوكي، تفضل. إحنا ليش نشكل الحكومة؟ هل الحكومة لغرض تشكيل الحكومة أو لغرض أداء مهمات معينة؟ بالتأكيد الجواب هي لغرض أداء مهمات معينة، لغرض تقديم خدمة، لغرض إدارة بلد إلى آخره. إحنا نعرف تماماً أن الرأي العام العراقي بلا استثناء وقولا واحدا هو غير راضي عن النظام السياسي، ما حد يقدر يجادل بهذا الموضوع. طيب، ما هي آليات التغيير للوضع الراهن؟ الآلية العسكرية غير موجودة وغير ممكنة وغير متاحة. الآلية الثانية صندوق الانتخابات، وقد جربها الشعب وقد جربها السيد ما كنا نطمح له. طيب، ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا ان الحكومه تستطيع التغيير حتى ترضي الشعب، او الشعب يخرج حتى يغير الحكومه، ما عنده غير عندنا. الان الاولى ما تصير الاولى ما تصير ان الحكومه تشكل. يعني انت لا تصير، لا 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 ما يعني ما نفس المدخلات، تتوقع نتائج مختلفه ومخرجات مختلفه. لا مو نفس المدخلات، هي نفس. اقول لك الاطار راح يشكل حكومه، الاطار والسياده والبارتي واليكتي نفس المدخلات ونفس العقليه ونفس الاداره. ايش تتوقع؟ ايش تتوقع نتيجه من الحكومه؟ فإذا هم ما راح يستطيعون التغيير ولن يستطيعوا أن يصلحوا. إذا بقى عندنا الشيء الآخر للتغيير وهو الشارع والشعب، ولذلك
الخطوة مالت السيد مقتدى مقروءة بهذا الاتجاه، مقروءة أنه آن الأوان لإحداث تغيير. إيش قد ينطيهم مدى؟ جربنا السياسة. إيش قد ينطيهم مدى؟ بحدود ثلاثة أشهر من الآن راح يصير عندنا حكومة مكتملة. الموضوع لا يرتبط بزمن بل يرتبط بفعل، بمعنى الجو كله متكهرب ومحتاج جداحة، مو ذيك الجداحة اللي ببالك، جداحة يعني أي جداحة، لا تروح بعيد على الجداحة. زين، محتاج له إلى جداحة. فعد أول جداحة قد تكون انقطاع كهرباء، قد يكون وضع اقتصادي يتأزم بشكل أكبر، قد يكون تدخل عامل خارجي. لا تنسى الآن الأعصاب كلها مشدودة اليوم، خاصة وراء أو هاي اليومين الأخيرة بعد الهجوم من الإعلامي اللي شن من قبل مو داخل العراق خارج العراق على السيد. أيضا هذا يزيد من احتمالات الانفجار. الجماعة مدى يحسبوها سياسية، صورة متشائمة بالعكس، سواء يشوفون عكس ما ترى ويقولون أنه انسحاب السيد الصدر وكتلته وانسحابهم من العملية السياسية بالعكس هدأ الأجواء، المسارات صارت واضحة، اللي يعجبه يشارك أهلا بيه، وراح يستمر بالسياقات الطبيعية الدستورية ومشت الأمور. يبقى توقيت عودة السيد للشارع، هذا اللي قلق الجماعة. أنا سألت سؤال أنه خلال ثلاثة أشهر ستكون لدينا حكومة مكتملة الصلاحيات، إيش قد ينطيهم مدى سيد مقتدى الصدر يلا يلجأ للشارع؟ ترتبط بفعل حتى يعني هو خوف ما راح يلجأ للشارع بدون وجود حادث. هسه الحادث والفعل سهل صناعته يا دكتور، خلص تستاذنا خلص. هذا أنا باعتقادي كل ما يزيدون من نبرة التشفي ونبرة الضغط الإعلامي كل ما يزيدون أو يقللون من مدة بقائهم. هذا لازم يعرفونه. إحنا لا نريد للعراق أن ينفجر يا جماعة الخير. لو أنا بمكانهم والله أروح أفعل ما أفعل حتى أروح أرضي السيد وأقول له عمي شو تريد حكومة؟ ما يرضى ما يريد يشاركهم، ما يريد يشاركهم. يعني إذا مو هم راح يطلعون، إذا مو هم راح يخرجون ويقيلون كل أدوات الصدر بالسلطة التنفيذية، احتمال السيد يسحبهم بأي لحظة، يقول لهم حتى بالسلطة التنفيذية طلعوا. تمام. ولذلك أنا أقول لك لو أنا بمكانهم حتى لا أوصل العراق إلى هذه الحالة أروح أقول أنا زاهد بالحكم مثل ما أنت زاهد بي، إحنا أيضا زاهدين بالحكم. تعال كلها زيدت بالحكم، من يحكم دورة؟ مو منطق، هو يحكم بالأغلبية السياسية. تعال شكل حكومة أغلبية سياسية مثل ما تريدها مثل ما أردتها. ليش ما سويتوا؟ لو كان هناك عذرا دكتور، ليش ما سويتوا الخطوه وما قريتوها الصح يا استاذ عادل من البدايه؟ تحياتي من البدايه. انطوا الحكومه لاغلبيه الصدر وافضها. لا تحياتي. تدري ايش راح يصير؟ فرحانين انتوا الان راح تشكل الحكومه. ايش راح يصير؟ ايش راح يصير اذا طلع السيد الصدر بعد خلينا نقول سنه من الان بالصيف القادم؟ خلينا نقول راح يصير ما قاله مشعل الجبوري. شو يصير مثلا؟ راح يصير ما قاله مشعل الجبوري. مشعل الجبوري ايش قال؟ قال انقاذ وطن عقد في تركيا برعايه اماراتيه. يعني شنو؟ يعني بمعنى انه هناك مشروع مشتغل. هسه احنا ما يعني هو ليس اتهاما ولكن قراءه. اي لعد هذا يجوز المشروع السيد هذا ما ناقشناه. للواقع السيد يجوز اكتشف هذا المشروع انسحب وانتم راح تنفذوه مكانه ويا انقاذ وطن. لا وراح تحلفون وياهم. لا استاذ احمد شوف خليني اروي لك واحده من الوقائع. بعد ما انضربت الامارات، تتذكر الامارات اللي انضربت بمسيرات؟ اتهموا الفصائل العراقيه نعم. شدوا الرحال وفد رسمي اماراتي الى طهران. زين، هذا الحديث يعني جديد مو قديم، يعني ما صار 30 يوم. ايه، قالوا لهم يا انتم وعلاقتكم مع العراقيين ونريد ضغط عليهم. قالوا احنا ما لنا علاقه بالموضوع، بس اذا تردون احنا نفتح لكم نافذه للحوار مع العراقيين وبالتالي انتم روحوا. فتحت النافذه، جاء وفدا اماراتيا ليلتقي بقاده الاطار التنسيقي.
قادة الإطار التنسيقي أيضا رؤيتهم كانت موفقة صحيحة على أنه إذا استقبلوا هذا سياسيا راح يكون فإحنا ما راح يستقبلهم قائد سياسي كذا مثلا هم كانوا يردون شخص السيد المالك فرشحوا لهم أنه يلتقي بشيخ قيس الخزعلي التقى بشيخ قيس الخزعلي وجرى حديث صريح على أنه اسحبوا رعايتكم السياسية لبعض الأحزاب العراقية وخلوا بس الرعاية الإيرانية لبعض الأحزاب العراقية خلي الأمور تمضي بسلام خلي إيران تشتغل براحتها خلي الأمور تمضي بسلام خلي إيران تشتغل براحتها وحلفائها هذا الموقف لا هي مو هي مو مقارنة لا مو مقارنة هي مو مقارنة أدوصل إلى نتيجة بعد ما صفت الأمور وصار واضح موقف الصدر وكنا نشكك وراح يتراجع خلاص الآن أنتم رايحين لا تشكيل حكومة وبشرك ستنجحون وسيأتي معكم البارتي اليكتيري صاحبكم وسيأتي معكم البارتي وستأتي معكم السيادة كيف ستتعاملون مع السيد الصدر فيما يخص مناصب التنفيذية فيما يخص سرايا السلام فيما يخص جمهوره إذا طلع للشارع لا هذه أنت تحدثت عنها وأنا خالفك بالرأي هي قضية ظنية على أنه الإطار فيما لو تسلم الحكومة مع شركاء الكرد والسنة راح يمضي إلى أن يجهز على التيار الصدري سرايا السلام وعناوينه قيادي إذا طلع الصدر جمهوره قيادي إذا طلع الصدر جمهوره واضطرينا أن نصطدم وياه يعني شنو ألف 2001 يروح وتنتهي وينتهي الموضوع لا لا حس على مسؤوليتي قيادي أكو قيادي قايل على مسؤوليتي هذا قيادي يسولف وحده من يتحدث عن رخص الدم العراقي لا يضطر لا ما يضطر يعني لا حتى ما الدفع بهالاتجاه حتى ما اتهمت حفظ النظام عادل المهدي بس انا اقول لك والاسباب موجوده مؤامره خارجيه غير مثل ما سويت ويا تشرين انا اقول لك السيناريو اللي راح يصير شو راح تتشكل حكومه بس الحكومه مو تتشكل تصور انه هي بمعزل عن رؤيه والحوار مع التيار الصدري راح تتشكل حكومه يعطونها امد سنه كما اعطيت لعادل عبد المهدي لان عادل عبد المهدي قال بالنص قال انا من اجوا نتوافق على الحكومه اشترطوا علي ان اقدم ورقه ما اقدم استقالتي لمده سنه قلت لهم عمي على اساس انه مجرب الاستقالات يقول قلت لهم يابا انتم هم كتبوا لي ورقه لا تطلعون الشارع علي لمده سنه كان يحكي ويا من كان يحكي ويا الشارع اللي تشير الى جناب الكريم اتوقع انا اعتقد على انه ستتشكل حكومه والحكومه راح تمضي بحوارات مع الكردي والسنه والشيعة بشكل عام بما فيهم التيار الصدري على تعديل قانون الانتخابات اي بغياب على تعديل مفوضيه لا اي بغياب الصدر الحوار اخي هسه اذا كان رايه يؤخذ بنظر الاعتبار ويمضي القانون وفق رؤيته سواء كانت له نيابه ام له نيابه استاذ عادل استاذ عادل لا القانون الحالي القانون الحالي زين انتم كنتوا موجودين في مجلس النواب لكن الكتله الصدريه وبعض القوى تحديدا تقدم هي من اسست له سووا قانون على مزاجهم هي من اسست انا هسه انتم وحدكم مجلس النواب مو ليش وحدنا وشركائنا الباقيين وين الكرد والسنه وين عدكم اللي هم شركاء عدكم الاغلبيه عندكم 120 130 140 حلفائكم راح تسوون قانون تخلون ببالكم تبعدون الصدر من اي انتخابات ولهذا او خساره الصدر في انتخابات ولهذا قادمه ولهذا انا ليش قلت لك ريسك سياسي يعني هذه اللي انا وياك بدنا نتحدث بها هاي الافكار استاذ جبار والاستاذ منقذ شنو غايب عن رؤيه السيد الصدر يعني تصور غايب عنه ذني كلهن راحن عن باله واصدر القرار لا ذني مناقشات اخي زين ذني مناقشات اي بس يجوز حسابات خاطئه ولكن مخارجهن مخارجهن ممكن السيطره عليها مثل ما اقول لك انه هو حظوظه في مع مجموعه شركاء سيدارين مثلهم السابقين السيد الحلبوسي والسيد البرزاني يضغطون بضغط سياسي ورايه موجود ان نمضي الى قانون انتخابي متفق عليه حتى وان لم تكن نيابه صدريه موجوده هذا واضح المفوضية أيضا يعاد النظر بها بس سنمضي إلى انتخابات ممكن بعد سنة سنة ونص وممكن أن يتفقون ليش سنة سنة ونص ليش لأنها سوى الحكومة على ما تشكل يراد إلى خمسة شهور أربعة شهور الحكومة ماكو حكومة قبل العاشر
تقدير إيه كيف أنت ستأتيك بالأخبار من لم تزوج أول مرة خلي يتفقون الأخوة الكرد على منصب رئيس الجمهورية والخلاف القائم لا يزال أنا اتصلت بأحد قيادي أحد قيادي بعد العيد مباشرة يصير التحرك سريع جدا باتجاه تشكيل الحكومة جدا خطوات إذا تتحدث أنت عن شهر سابع يعني ذا أسبوع ورا العيد صارت جلسة وانتخاب الرئيس إيش بقول إيش تكليف وشهر تصير حكومة يعني ثلاثة أشهر عندنا حكومة ممكن هذا خطاب الأخير يابا أنا ما أشترك ويا الفاسدين بأي انتخابات قادمة أنتوا يا جماعة يا شباب يا كتلة صدرية نساءكم ورجالكم تبقون موحدين تبقون قريبين من الشعب بأي لحظة نطب انتخابات شكو ماكو كل شيء ماكو تيار سياسي جمهور يزيد ما ينقص ومعروفين ومطيعين لا معنى الاحتجاج دكتور منقذ موجود صحيح اي السيد قد يخطط لانتخابات مبكرة قريبة يعني خلال أقل السنة هو شوف حتى صحيح. قبل ما يعدلون القانون هو احنا كنا نقول حتى من قبل الانتخابات وأول ما طلعت نتائج الانتخابات ويتذكر السيد عادل قلنا الحكومة القادمة عمرها مو أكثر من سنة والشركاء قصدي المشتركين بالعملية السياسية يعرفون أنه عمر الحكومة القادمة ما راح يكون ثلاث سنوات اللي هي عمر البرلمان المتبقي هي اكو اتفاق على سنه سنه ونص والذهاب الى انتخابات مبكره هذا بس انا استاذ عادل وهواي من الاصدقاء يتحدثون ويستشهدون دائما بقصه السيد مشعان الجبوري وقال السيد مشعان الجبوري انا ايضا واحد من قيادات السياد على راسي واحد من عناوين السياد هو السيد الصدر عاده سيد مشعان العمليه السياسيه رجال بس لحظه من اللي جابه وسيد الحلبو كم من اللي راح عليه اشتكى عليه بالمحكمه من رجع سيد مشعان العمليه السياسيه احنا نتحدث من وجهه بدي اقول لك الان ليش تعيدون مو هذا دائما زين نفسهم شركائكم في كل الحكومات نفسهم اللي اشتغلوا وياهم السيد فبالتالي يعني الان هي العمليه السياسيه هم ذولا كتلتك كتلة ساد أحمد كتلة جب هم ذولا يروحون يجون فهم نفس الشيء احنا حتى نروح باتجاه المستقبل انا اقول الاتي حتى يعني نحاول ان نبحث عن مخرج اقول الاطار وشركاء لن يغيب عن هاجسهم عن بالهم كل مقترح يقدموه ما راح يقدرون يشيلون هاجس السيد الصدر والتيار الصدري هل يوافق على يعني الان اذا يتناقشون حول اسم رئيس الوزراء ما يقولون احنا بعد ما عندنا مشكله اسمها التيار الصدري طلعوا من المشهد لا اول شيء راح يقولوا يوافق التيار الصدري على هذا المرشح يوافق على شكل هذه الحكومه وبالتالي اقول لك السيد من انسحب نيابيه حساب جيد معناها طبعا معناها لن ينسحب تقدر تنفي لي او تاكد لي انه هناك نيه لطرح السيد جعفر الصدر من قبل السيد المالكي ليش هو الاطار بالاتصال الهاتفي اللي جرى بين السيد اوكي وافق ليش ما وافق وافق لا نية ويبدو هو مقترح من الولايات المتحدة الأمريكية إنه يا أبو سراء قدم الصدر حتى نرضي الصدر مراح السيد الهادي العامري وقال له السيد الصدر بس ما وافق على الموافقة قبل لا 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 هسه قبل الاستقالة قبل راح وقال له احنا ما عندنا مشكلة السيد الصدر رئيس الحكومة واحنا نشكلها بالتوافق خليك. بس السيد ما قبل كما قال السيد الحلبوش الأخيرة يعني تتأكدها تنفيها السيد الصدر باتصال مع عندك أخبار عنها الأخيرة كل ما ردت أن أثني عن موقفه ما قدرت زين يعني مع. بمعنى أنه لا ما عندي بس أنا جي. ما أشك موافقة الإطار على هذا المقترح لا أشك إطلاقا جيد كمل يا جماعة شكم راحت الفكرة راحت نروح على دكتور منقذ تفضل دكتور منقذ هسه الان من اسمع السيد الصدر يقول خليكم متماسكين يا شباب الكتلة الصدرية نساء ورجالا خليكم قريبين من الشعب معناها وكأنه يقول لهم انه اكو انتخابات قريبة راح نشترك بها هذا إن معناه انه يسعى الى الضغط لحل البرلمان قريبا مو سنة وسنة ونص أنا قلت لك السيد واضح بعد تصريح اليوم حسم قراره بشكل نهائي بخصوص العملية السياسية وبالمناسبة حتى ولو طرح موضوع السيد جعفر الصدر كرئيس للوزراء لترضية السيد الصدر لا أعتقد أنه سيرضى لأنه هو أساساً يقول أنا ما رح أشترك ويا فاسدين لعل شلون يترأس حكومة فاسدين على يعني إذا قبلنا بهذا فمستبعد هذا الخيار أنا أعتقد
فمستبعد هذا الخيار. زي. أنا أعتقد أن الخيار محسوم، بات محسوم، وهو الشارع. الآن المشكلة، أو خلينا أقول السؤال اللي لازم نسأله، هل سيتوافق التشرينيون مع الصدريين؟ هذه قصة إذا حصلت. التشريني لا يلدغ من جحر مرتين. هسه أنا ما يخال دا أقول لك، إذا صح، إذا حصلت هذا راح يصير، ممكن السيد راح يتحرك بهذا الاتجاه، لأنه الآن واضح وسائل الضغط الموجودة هي الشارع، ما عندنا غير وسيلة، ماكو غير وسيلة، هي غير وسيلة الشارع. التغيير القانون الانتخابي والشارع ينتج الشارع، ما ينتج او ما ينتج. الان انتم لعبتوا سياسه بهذه الطريقه اخي. الان الحكومه، خلينا نقول الاطار، الحسابات الرقميه لا يشكل اكثر من 4 إلى 7% من الشيعة، من الجمهور الشيعي. فكيف تريد تقود؟ والله ارقام شلون حسبت؟ لا 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 لحظه، يعني لا لا صحيح، لا شو صحيح، لا صحيح. عفوا عفوا من هاي، مو ما عندي رياضيات، والله ما عندي رياضيات، انا ما عندي رياضيات، بس اقول انا عندي رياضيات، انت تعرف زين انا احسبها بالورقه والقلم حبيبي. لا مو اريد عليك، انا ما اريد اخلص الحلقه جدا الرياضيات، اريد ارجع، اريد ارجع لخطوه الصدر التاليه. الرجل ليش ما نفكر باحتمال اخر دكتور منقذ؟ ليش مو انه خلص السيد الصدر ودع الحياة السياسية، لا يطلع جمهور ولا يطلع شيء، خلاص هاي كلمته مال الوداع. لا يمكن. هذا لقاء الأخير الوداع معكم، هاي خلنا نصور، يجوز خلاص هسه إلى أسباب الخاصة. ليش؟ يجوز يريد يتفرغ لدراسة حوزوية، بعد 5 سنين يجوز يعني يصل إلى درجة الاجتهاد، يجوز بباله غير شيء، يتجه باتجاه الدراسات العلمية الحوزوية. نموذج المرجعية الدينية أو المرجعية الفكرية اللي يتبناها السيد، يعني شوف أكو عندنا نموذجين في السياسة العراقية، نموذج الاشتراكي المباشر مثل ما هو دولة القانون، الأحزاب يعني الأحزاب بشكل عام تشترك بطريقة مباشرة في الانتخابات، ويرشح ورئيس الحزب ورئيس الكتلة، ممكن يصير رئيس وزراء، وممكن يصير رئيس مجلس نواب إلى آخره. وأكو نموذج آخر اللي يتبع السيد الصدر والسيد الحكيم وإلى آخره، هو يبقى مرجعاً بالخلف وعند جماعته هم اللي يشتغلون. هذا النموذج بمرونة تساعده على أنه متى ما يريد أن يختفي عن الساحة يختفي، متى ما يريد أن يعود يعود. يعني وخاصة في ظل الكاريزما اللي يتمتع بها بين جمهوره، صعب جدا. انا يعني على الاقل بالتاريخ السياسي اللي قريته لم اقرا عن مجموعه متماسكه في جيد. بشابهة هذا إيه، بس ليش سحب نوابه؟ ليش سحب نوابه؟ كان راح صار زعيم، ما يظهر، ما ينزل تغريدات كذا، ويوجه من الخلف كزعيم ديني. الان يريد يلعب ورقة الشارع وليس ورقة السياسة، وهو أقوى وأقدر بهذه الورقة. جيد. تقديرات بهذا إذن الشكل واضح. إذا استعدوا لمواجهة الشارع، بس بقى عندنا التوقيت الحديد. عذرا دكتور، استعدوا، يعني عنده إقناع على إطار، يعني عنده تجربة في مواجهة الشارع، يقدر يعني صارت عنده خبرة، فاستعدوا لمواجهة الشارع بالتوقيت يا أبو السيد. ما نعرف شو وقت احنا، اذا اجينا مثل ما قال دكتور منقذ انه الموضوع يحتاج شراره، يحتاج انه ما شاء الارض خصبه كلها شرارات، يعني بطاله على كهرباء، على فساد، على 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 على، وما راح تلحق الحكومه تسوي شيء حتى لو نطيها يعني 4 سنين. يعني الاستعداد بعد تشكيل حكومه بعد جديده، بعد تشكيل اي، فليش يكون الاستعداد للشارع؟ خلي يكون الاستعداد سياسيا لانصاف الشارع واعطاء الناس حقوقها، وبالتالي تفشل اي مشروع. ما تلحقون بسنه؟ لا لا، مو ما اي، ما اذا ما لحق بسنه قد يجد الاخر مبررات للدخول، كما وجد مبررات في قضيه عادل عبد المهدي. ولهذا اعتقد اليوم يعني من الحكمه والعقل والسياسه والذكاء بمكان
إذا شكل الإطار الحكومة مع شريكيه الكردي والسني يجب أن يذهبوا بأسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات للناس حتى يعني يحول عائق دون هاي الحكاية. شوف الشارع. أنا مغطي تشكيل الحكومات من آيات علاوي جعفري لحد الآن، وهاي العبارة اسمعها في كل حكومة وما صارت خدمات. هسه أجي أقول راح أسوي خدمات، فالمادة موجودة اللي يطلع بها الشارع. لا احنا نفترض هذا، مو اقول لك راح تسوي الحكومة راح اعتقد جازما جهد. لا انا وياك كل الحكومة منو اللي يسويها؟ خليها عندي اخر خمس دقائق اخر خمس دقائق ست دقائق كل ضيق. منو رئيس الحكومة اللي يجيب كابينة ممكن يسوي الخدمات؟ نور المالكي، فالح الفياض، محمد الشيعة السوداني، قاسم العرجي، حيدر العبادي. هو مين؟ لا حيدر العبادي ما يريد يقول الاسم اللي تم الاتفاق عليه داخل الاطار. لا ماكو اتفاق. لا اول الاطار لغايه هاي اللحظه، اخذ مني تصريح رسمي انا مسؤول عليه، الاطار لغايه هاي اللحظه لم يناقش قضيه اسم رئيس الوزراء رسميا. انا ما داعش على المناقشه، داعش بالقلوب. منو يتمنى يصير رئيس وزراء؟ بالجروب الله اعلم بالنوايا. الله اعلم بالنوايا. اوكي الله اعلم بالنوايا, ولكن نقول للعراق مو الاطار. اطار العراق ايش محتاج؟ العراق محتاج رجل حكيم منصف يعطي الناس حقوقها، وبالتالي لا يدخل العراق في اتون لا صراعات لا اقليميه لا داخليه لا محليه، والعالم ترتاح. حالنا حال دول الخليج يا اخي، مع العلم احنا اكثر ثراء من الخليج. هسه هاي الاسماء، منو رأيك الأقرب حظا؟ يعني كترشيح أولا مو مرشحين هاي الأسماء. هاي الأسماء كلها متداولة حديث تسريبي مو واقعي. هاي الأسماء اللي ذكرتها للسيد المالكي للسيد العبادي للسيد الفياض. ماكو واحد ما يحب السلطة. لا 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 ماكو واحد ما يحب السلطة. ماكو واحد ما يريد السلطة. زين إذا أقول إذا أقول لك العكس، أنا بجلسة من جلسات الإطار مع أحد قادة الإطار، يعني جلسة شبه رسمية تقدر تقول عليها، دي يبحثون عن أسماء تطرح لمناقشتها. إذا عد عادل مانع اسم، عد أحمد ولا طلال اسم، عند أستاذ جبار اسم، يرى أنه شخصية عالقلة رشيدة قوية فليطرحها مستعد. إذا اللي عنده هيك استعداد ما يحدد دول الأربعة. لا مو يحدد يعني، بس على الأقل هالأسماء المتداولة. يعني يقدر مثلا السيد المالك يطلع بتصريح رسمي قاطع. شلون موقف قاطع مثل سيد الصدر؟ يقول لن أرشح نفسي إلى رئاسة الوزراء حتى لو أجمع علي الإطار وكل القوى السياسية الحالية. يقدر يطلعنا بشو موقف؟ شنو الداعي؟ شنو داعي يعني؟ شنو مجبور على شنو؟ ما مجبور. لا صار جدل. لا مجبور على شنو؟ الإطار راح يرشح المالكي، المالكي يريد يصير رئيس. يعني لو كان، أنا أقلب المعادلة، لو كان رؤية شركاء الجدد اللي هم كانوا شركاء القادم، شركاء الجدد في أن يتولى هو الرئاسة، شنو الضربي؟ وهم شنو الضربي؟ ما بيش. تخيل تخيل الصدر هذا موقفه رئيس وزراء نور المالكي وبخبرته هسه راح يفدي عليها. تخيل وينزل السيد مقتدى للشارع. تخيل يعني هو سيد مقتدى الصدر يقدر ينزل للشارع تحت ايا كان رئيس الوزراء. صحيح. زين صحيح. لانه هي محكومه بالشكل التالي، حكومه عمرها سنه اقصى شيء سنتين، شو تريد تسوي امام الملفات اللي عددتها حضرتك؟ ابسطها الكهرباء والبطاله، كل شيء بتقدر تسوي. فيعني بالتالي حتى شراره ما نحتاج. إذا كان قرار السيد مقتدى الصدر ابتداء النزول للشارع، فما حد راح يقدر يوجد بديل عملي حقيقي بهذا الزمن أن يخليه ما ينزل، حتى لو تجيب منين ما تجيب. أنا قلت بس تختلف لو منين يعني تجيب. لا 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 إذا رئيس وزراء يعني يطبوا له نار الخضراء ويبلعها ويسكت ويدوسون على صورته ويبلعها ويسكت، تختلف. يجي لا 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 يجي رئيس وزراء آخر يجوز ما يتحملها، يجوز ما يتحملها، يجوز يسوي غير شيء. هو خليني اقول لك الصدق اللي احنا كلنا نعرفه، وانت مواكب كل الحكومات حتى تروح للدكتور. هو الحكم بالعراق ليس لرئيس الوزراء ولا لرئيس الحكومه. أحسن. اكو 6-7 زعماء. يعني ليش خربت؟ احنا نريد رئيس وزراء هو اللي يحكم. ما عنده شيء رئيس وزراء. ما عنده شيء. نريد رئيس وزراء هو اللي يحكم. انت هسه تحكي عن شخص السيد المالكي تحديدا. لا 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 ليش ليش؟ ليش يا باشا؟ ماكو غيره؟ لا يعني انت اللي تحكي هاي المواصفات. عقرة النسوان. لا ما لها علاقه بعقرة النسوان. ما لها علاقه. لا لها علاقه بيش؟
بممكنات. هو يعني العراق ما بي اكثر خبره واكثر قوه واكثر شخصيه لا من لا من السيد المالكي. ما بي تتحدث خلال سنه شخص قادر على كذا وعلى كذا وعلى كذا وانت افترضت هاي الفرضيه. ماذا لو كان السيد المالكي رئيس الوزراء والسيد مقتدى طالع من هذا؟ هذا ما جاوبني عليه. يعني يحتاج اجاوبك عليه هذا؟ تخيل هذا المشهد بالدراما. خلي جاوبني عليه دكتور منقذ. وين هذا بتصير لما بيصير؟ يلا ختام وياك فيما يخص شخصيه رئيس الوزراء القادمه. يعني شوف انا استبعد انه السيد المالكي تكون له اي حظوظ لاسباب داخليه وخارجيه كثيره. زين. لكنه المشكله عندنا بالعراق هي مو بشخص رئيس الوزراء اللي ما يفهمون جماعه كله. انه احنا المشكله هي مو من يحكم ولا حتى بالاحزاب، احنا العراق جهاز البيروقراطي كله الماكينه ماكينه الدوله ماكينه منخوره. منو ما تجيبه وزير اللي جواه كلهم على ما هو من هي الشخصيه او ما هي مواصفات الشخصيه اللي تخلصنا من الماكينه المنخوره؟ بدنا نحكي تريد رئيس وزراء يقود كابينه لاصلاح الوضع. عنده اولا عنده خلفيه، يعني عنده شارع قوي دعمه، هذا واحد. زين. مو احزاب، مو شارع أحزاب. شارع قوي يدعمه ويعرف شلون يشتغل ويا الشارع. اثنين عنده شخصيه قويه وعلاقات داخليه وخارجيه تؤهله الى العمل. زين. ثلاثه نظيف نظيف. ايه. ندور لنا على واحد نظيف. أريد أشكرك الشكر الجزيل دكتور مقداغ الرئيس المجموعة المستقلة للأبحاث، الشكر أيضا للكاتب والصحفي جبار المشهداني، والشكر أيضا لعضو ائتلاف دولة القانون عادل مانع. حياكم الله، شكرا لكم، نشوفكم الأحد إن شاء الله.